بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. واجبنا تجاه هؤلاء الأمور والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الموضوع وهو طاعة العلماء والأمراء موضوع مهم جدا، لأنه زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وحصل بسببه فتن وحروب وقتل وقتيل وضياع أمن بسبب تفريط في هذا الأصل الذي هو طاعة أولي الأمر. الله جل وعلا أمرنا بطاعة أولي الأمر لما يعلمه سبحانه من مصلحتنا في ذلك، وما يترتب على ذلك من الخير الكثير عاجلا وآجلا، ولما في معصيتهم ومخالفتهم من الشرور والفتن وضياع الأمن وانتشار الخوف والقلق في المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. الله جل وعلا أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى بمقتضى إيمانهم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله جل وعلا في الدرجة الأولى، وهي الأصل وهي الغاية، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء هم أولو الأمر. فالعلماء هم أولو الأمر من ناحية أنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما ورثوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء لهم شأن في الأمة لأنهم ورثة الأنبياء، فليسوا مثل غيرهم من أفراد الناس، لأن الله فضلهم بأنهم ورثة الأنبياء، فهم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخلفونه من بعده في القيام على نشر ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تبليغه للناس، فتجب طاعتهم ولا يجوز الاختلاف عليهم، فهم أولو أمر
من ناحية أنهم يحملون الشريعة ويبلغونها للناس أمرا ونهيا وغير ذلك مما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهم أمر في هذا لا يستهان بهم، لأنهم لا يقولون شيئا من عند أنفسهم، وإنما يقولون ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الأمر الشرعي العلمي. والأمراء لهم أمر من ناحية السياسة وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم بيدهم السلطة. فالعلماء من أولي الأمر من ناحية الشرع، والأمراء بل هم رأس أولي الأمر من ناحية السلطة التنفيذية التي ولاهم الله جل وعلا عليها. وفي طاعة العلماء وطاعة الأمراء مصالح عظيمة من استتباب الأمر وتعظيم الشرع والسلامة من الاختلاف والفتن والانضباط في الأمر. الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، وبعد موته يرجع إلى سنته التي ورثها لأمته، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. ومن هم الذين يقومون على الكتاب والسنة ويبلغونها ويبلغون رسالات الله ويخشون الله؟ هم العلماء الربانيون، والله شرفهم بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يضيء للناس، والعلماء يضيئون للناس بالعلم، وأما الكواكب فإنها إنما تضيء لنفسها فقط، وهم العباد نفعهم قاصر على أنفسهم، وعبادتهم قاصر نفعها على أنفسهم، وأما العلماء فنفعهم يتعدى كما يتعدى ضوء القمر إلى الكون فيضيء الكون. وبهذا يظهر فضل العلماء. ولهذا إذا فقد العلماء حصل الشر والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما حدث الشرك في قوم نوح إلا بعد فقد العلماء، لأن قوم نوح زين لهم الشيطان أن يصوروا صور الصالحين ليتذكروا أحوالهم بزعمهم ينشطون على العبادة، فأطاعوا الشيطان وصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، والشيطان يريد لهم الشر ويريد لهم الهلاك، ولكنه لا يقدر مع وجود العلماء، فلذلك لم يأمرهم بعبادة تلك الصور
مع وجود العلماء، وإنما انتظر حتى إذا مات العلماء ونسخ العلم أو نسي العلم قال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله لما لم يكن فيهم علماء ينهونهم عن ذلك، فحدث الشرك وحدث الدمار في قوم نوح كما ذكر الله جل وعلا بالقرآن، وهذا سببه فقد العلماء. وكذلك في آخر الزمان إذا قبض العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس عندهم علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أما العلماء الحقيقيون فإنهم يفتون بالعلم، أما هؤلاء ليس عندهم علم يفتون به أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وبهذا يظهر فضل العلماء وفضل وجودهم في الأمة، ومن ثم لا يجوز مخالفتهم ما داموا مستقيمين على العلم الصحيح، لا تجوز مخالفتهم لأنهم ورثة الأنبياء يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهاون بشأنهم ونقول نحن وإياهم سواء، لا لا سواء، ليس العالم كالجاهل، ليس العالم مثل الجاهل. وأما ولاة الأمور فهم الأمراء، القسم الثاني من ولاة الأمور الأمراء الذين يتولون السلطة، فهؤلاء يجب احترامهم ويجب طاعتهم بالمعروف كما في هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، قوله منكم أي من المسلمين، أما ولي الأمر الكافر هذا لا يطيعه المسلم، إنما يطيع ولي الأمر المسلم وأولي الأمر منكم. ثم أيضا لنعلم أن طاعة العلماء وطاعة الأمراء مضبوطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يخالف كتابا ولا سنة تجب طاعتهم، لا لذاتهم وإنما لما يبلغونه عن الله ورسوله وهم أمناء. أما إذا أمروا بمعصية، السلطان أمر بمعصية، فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لكن تبقى طاعته فيما عداها مما ليس بمعصية. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. وقد أمر صلى الله عليه وسلم على سرية أميرا فخرج بهم هذا الأمير وسار بهم ثم قال لهم اجمعوا حطبا، قاموا وجمعوا حطبا، فقال أوقدوا نارا، فقاموا وأوقدوا النار، قال ادخلوا فيها، قالوا تراودوا فيما بينهم كيف ندخل النار، الرسول قال أطيعوا أميركم، لكن هل يطيعونه في دخول النار؟ تراودوا فيما بينهم، فقال حذاقهم نحن ما أطعنا الرسول إلا لأجل النجاة من النار فكيف ندخل في النار؟ فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وليست الطاعة في المعصية. بين صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمراء إنما تكون إذا لم يأمروا بمعصية.
ولكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية أنها تنخلع ولايته ويجوز الخروج عليه، لا، يطاع فيما عداها. وهؤلاء الصحابة لم يخرجوا على أميرهم بسبب أنه أمرهم بدخول النار، بل بقوا مطيعين له لكن لم يطيعوه في هذه المسألة فقط، في هذه المسألة يجب أن نعرف هذا. وأما إذا أمر الأمراء أو العلماء بمعصية الله أو أحلوا حراما أو حرموا حلالا فلا تجوز طاعتهم في ذلك. والله جل وعلا قال في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه، فهو يخبر عن النصارى أنهم ما كانوا يعبدون الأحبار والرهبان، يعني يركعون لهم ويسجدون لهم، ما كنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، عبادتهم ليست مقصورة على الركوع والسجود، بل طاعتهم في التحليل والتحريم والتشريع. التشريع حق لله، التحليل والتحريم حق لله، لا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. ولا نطيع من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، لا نطيعه في ذلك، ونحن نعلم أنه قد أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، لا نطيعه في ذلك، لأن التشريع والتحريم حق جل وعلا. أخبر أن المشركين يستحلون الميتة ويقولون إنها مما أحل الله، الميتة والمذبوحة سواء عندهم، يقولون ما الفرق بينهما، كله سواء. والله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هم اعترضوا على هذا وقالوا كله سواء، المذكاة والميتة، بل يقولون إن الميتة أولى بالحل لأن الله هو الذي ذكاها، أما المذبوحة أنتم ذبحتموها وذكيتموها. قال الله سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم في استباحة الميتة إنكم لمشركون. مشركون في الركوع والسجود؟ لا، في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، فلا نطيع أحدا في تحليل ما أحل الله ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله، لا نطيع أحدا في ذلك، وإنما نطيع من أمرنا بما أمر الله به، ومن أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فهذا نطيعه طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والآن نسمع من يقول، وكثير في الصحف يقول ما دامت المسألة فيها خلاف فنحن نأخذ بأي قول، وكل أقوال العلماء سواء، إذا أخذنا بأي قول فقد أطعنا الله وأطعنا الرسول. نقول لا، هذا غلط، الله ما أمرنا أن نطيع غيره أو نطيع غير رسوله أو غير العلماء الذين
يطيعون الله ويطيعون رسوله، ما أمرنا أن نطيع كل أحد. وأقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب، فنحن نأخذ الصواب الموافق للدليل ونترك الخطأ المخالف للدليل. والعلماء ليسوا معصومين، فيخطئون ويصيبون. والله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالعلماء إذا اختلفوا نرد خلافهم وأقوالهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ الخطأ، لا يجوز لنا أن نأخذ الخطأ، وإنما نأخذ الصواب الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعلم مدى أو ضوابط طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء، أنها ما وافقت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فإننا لا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الكتاب والسنة كائنا من كان. ولكن المجتهد من العلماء إذا أخطأ له أجر على اجتهاده، ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه، وهو مأجور على اجتهاده. ولا نتنقص العالم إذا أخطأ أو نحط من قدره، بل ندعو له، نستغفر له، ونقول: هو اجتهد وبذل وسعه. لكن ما كل مجتهد مصيب، والحكم في هذا هو الكتاب والسنة. فلا بد من هذه الضوابط في طاعة العلماء والأمراء. وليس إذا خالفنا الأمير أو خالفنا العالم في خطأ لم نوافقه عليه، يكون معنى ذلك أننا نخرج على ولي الأمر ونخلع طاعته، أو نستهتر بالعلماء لمجرد خطأ حصل من بعضهم. لا يجوز لنا هذا، نحترمهم وإن أخطأوا، لكن لا نتبعهم على الخطأ. ونطيع الأمراء وولاة الأمور وإن أمروا بمعصية، لكن نتجنب المعصية فقط، ونطيعهم فيما عداها. إنما هذا الذي يخرج على العلماء وعلى ولاة الأمور بسبب خطأ يحصل، هذه طريقة الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فهم مقيمون على طاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور فيما وافق الكتاب والسنة، ويعتذرون عما خالف الكتاب والسنة، ولا يعملون به ولا يمتثلونه، ويناصحون من حصل منه الخطأ، يناصحونه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أمن النصيحة بيان الخطأ بالطريقة اللبقة اللائقة بمقامهم، لا نشهر بهم ولا ننشر أخطاءهم، وإنما نناصحهم فيما بيننا وبينهم سرا وبأسلوب لين ومؤدب، حتى يحصل المقصود وينتفي المحذور. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. لا يشترط في العالم أن يكون معصوما من الخطأ، ولا يطاع إلا إذا كان معصوما
من الخطأ. من قال هذا؟ ولا يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون معصوما من الخطأ، لا يشترط هذا، ولكن نأخذ القول الصحيح أو القول الصواب ونترك ما خالفه، ولا يكون هذا سببا في نزع اليد من الطاعة أو الخروج على ولاة الأمور أو احتقار العلماء أو التقليل من شأنهم. هذا أصل يجب معرفته ويجب التقيد به. فليس معنى أننا لا نطيع في معصية الله، ليس معناه أننا نخرج على العلماء وعلى ولاة الأمور ونخلع صلاحيتهم ونستهين بهم، نستهين بهم، لا، معناه أننا نترك المعصية ونأخذ بالمعروف والطاعة. وسنجد ولله الحمد في أقوالهم وفي أوامرهم من الطاعة الخير الكثير، الخير الكثير، ونجد أن الزلات أو الأخطاء قليلة ولا تؤثر ولله الحمد في الأمر شيئا. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة أولي الأمر، عملا بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذا في الأمير، هذا في الأمير. فلا يحملنا مظهر ولي الأمر، لا يحملنا مظهره على أن نحتقره أو نتساهل في أوامره ولو كان عبدا حبشيا، لأنه ليس العبرة بشخصه وإنما العبرة بمنصبه والعبرة بمكانته من الأمر. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، فالاعتبار بمناصبهم ومقامهم وليس الاعتبار بشخصياتهم. وأيضا ربما يكون شخص ليس شيئا في المنظر لكنه عند الله عظيم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لا أقسم على الله لا أبره، الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما النجاة من هذا الاختلاف؟ يأتي دور العلماء، يأتي دور العلماء عند الاختلاف. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. من الذي يعرف سنة الرسول وسنة الخلفاء؟ من هو الذي يعرفها؟ كل أحد؟ لا، إنما يعرفها العلماء، فنتبع العلماء الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لما أعطاهم الله من العلم وأورثهم من العلم، فنرجع إليهم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعرف هذا إلا أهل العلم، فنحن نتمسك بسنة الرسول بواسطة أهل العلم الذين يعرفوننا بها ويدلوننا عليها. ما كل أحد يعرف سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين إلا أهل العلم والبصير، فهم دليلنا وواسطتنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق الصحيح عند الاختلاف وعند الفتن، طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن طاعة
تغير الأحوال بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي بعده تغييرات، ويأتي بعده اختلافات، ويأتي بعده فتن ودعاة ضلال، دعاة ضلال. قال له حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأن هذا فيه النجاة من الفتن، والاجتماع رحمة، الاجتماع على الحق رحمة، والاختلاف عذاب وشقاء. ومما يؤلف بين الناس ويجمع القلوب ويجمع الكلمة طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء بالضوابط التي جاءت بها الأدلة. هذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح. وعندما يكثر الخوض ويكثر التعالم كما في هذا الزمان، ويتكثر الفتاوى والأقوال في الفضائيات وغيرها، ويحصل الارتباك، نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومن كان عليها من أهل العلم والثبات. ونترك أقوال الناس، نترك الفوضى، نرجع إلى الانضباط والائتلاف والتمسك بالكتاب والسنة. فمن كان عالما بذلك فالحمد لله يعمل بعلمه، ومن لم يكن عالما فإنه يرجع إلى العلماء الذين هم من أولي الأمر. ولا نستهن بالعلماء، فإنهم النجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا فقدوا والعياذ بالله ضاعت الأمة. ولا ينفع أن يكون فيهم متعالمون أو فيهم رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وردت أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ. السؤال الأول: هل يجوز أن تكون محبة العلماء الربانيين أكثر من محبة الوالدين للعلماء من فضل، حيث أنهم بنوا طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل له حقه، الوالدان لهم حقهم الذي لا يشاركهم فيه العلماء، الذي خصهم الله به لأنهم ربياك وأنت صغير وحنيا عليك وتعبا في الحفاظ عليك، فلهم الحق على الولد. والعلماء لهم حق الهداية إلى الطريق الصحيح والتعليم الناس الخير، فلهم حق. الوالدان لهم حق والعلماء لهم حق، ولا تقدم شيئا على شيء، بل أعطي كل ذي حق حقه. نعم. ما حكم اختلاف العلماء الأفاضل في أي مسألة من مسائل الأمور الشرعية؟ وما هو المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في انقسام أمتي، تنقسم أمتي في آخر الزمان إلى 73 طائفة، ومن هو المقصود بالطائفة الناجية التي ذكرت في الحديث؟ يا أخي، الطائفة الناجية بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل: من هم؟ كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الطائفة الناجية، من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وأصحابه سار على نهجهم فهو الطائفة الناجية، وأما من خالفهم فهو في النار على قدر مخالفته، منهم من يكون في النار لأنه كافر مخلد في النار، ومنهم من هو في النار لأنه عاصي ومخالف ويكون في النار من باب الوعيد لا أنه كافر، هم متفاوتون في هذا. نعم. هل هذا التأصيل خاصة في ولاة الأمر الذين يحكمون بالشريعة كما في هذه البلاد المباركة، أم هو عام في جميع ولاة أمور المسلمين حتى الذين لا يحكمون بشرع الله ويبدلون الشريعة بالقوانين الوضعية؟ أفيدونا. الله جل وعلا قال وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، إذا كان ولي الأمر مسلما لم يكفر بالله ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه ولي أمر للمسلمين تجب طاعته. نعم. هل الخروج على الحاكم بالقول كالخروج بالسيف سواء بسواء؟ وما الحكم في الخروج على الحاكم؟ وهل من يخرج على الحاكم الآن كالخوارج في عصر الصحابة؟ الخروج على الحاكم بالقول قد يكون أشد من الخروج بالسيف، بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول، الخروج بالقول خطير جدا، لا يجوز الإنسان يحث الناس على الخروج على ولاة الأمور ويبغض ولاة أمور المسلمين إلى الناس، فإن هذا سبب في حمل السلاح فيما بعد والقتال، وهو أشد من الخروج بالسيف، لأنه يفسد العقيدة ويحرش بين الناس ويلقي العداوة بينهم، وربما يسبب حمل السلاح. والخوارج في كل زمان، هم خاصين بالخوارج في عصر الصحابة، بل في كل زمان من سلك مسلك الخوارج فهو منهم في أي زمان، ومن سلك مسلك أهل السنة فهو منهم في أي زمان. نعم. لو أن ولي الأمر ظهرت عليه علامات الكفر والبغض لدين الله وموالاة الكفار والحب لهم وبغض المؤمنين وتعذيبهم وسجنهم بدون ذنب، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟ هل يجوز طاعتهم وهل يجوز الخروج عليهم؟ يا إخوان، الأمور ما هي فوضى، راجعوا العلماء في هذا، راجعوا العلماء في هذا، هم الذين يقررون أن ولي الأمر خرج من الإسلام فلا تجوز طاعته، أو أنه لم يخرج ولا تجوز مخالفته، هذا راجع إلى أهل العلم، اسألوهم. نعم. هل من صفات العالم أن يكون فصيح اللسان وحسن الإلقاء والخطبة؟ هذا من المكملات، إذا كان بليغا وفصيح اللسان هذا من المكملات، هذا يعينه على الأداء، أما العلم فلا يقتصر على البلاغة، وعلى العلم شيء يجعله الله في نفس الإنسان وفي قلبه ووعيه وحفظه، وأما التعبير فهو صفة مكملة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.